خلينا نروح في قرايه سريعه جدا لمباراه امبارح النهائي اليويفا تشامبيونز ليج الريال وليفربول، قبل ما نتطرق للنهائي المهم جدا بالنسبه لنا بكره ان شاء الله الاهلي في مواجهه الوداد. هيكون في ضيافتنا دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس دانيلا فاني. ده كان الحقيقه دانيلا فاني كان مسؤول او مدرب فريق القطن الكاميروني اللي واجه النادي الاهلي برضه في نهائي تشامبيونز ليج الافريقي طبعا بس في 2008. واسمحوا لي في البدايه طبعا اشكره على ظهوره معانا وعلى وجوده معانا في السادسه. اهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي. شكرا جزيلا لكم لدعوتي. في البدايه خليني ابتدي مع المباراه الكبيره امبارح اللي جمعت بين ريال مدريد وليفربول الانجليزي في نهائي الشامبيونز ليج. ازاي شفت المباراه وازاي شفت تتويج نجاح الريال رغم الحقيقه انه كان من بدايه الموسم مش في افضل احواله، لكن نجحه في نهايه المشوار بالتتويج باللقب الاوروبي ال14 في تاريخه. نعم، اعتقد ان هذه مباراه كانت مقفوله، وهذا طبيعي ان يتواجد في المباراه النهائيه ان تكون يوجد مساحات ضيقه مثل المباريات السابقه، ولكن اعتقد ان كورتوا هو من ادى مباراه رائعه وهو من اهل فريقه للفوز في هذه المباراه، ولكن اعتقد ان ليفربول ادى اداء رائع، ولكن في كل الاحوال ريال مدريد استطاعت الفوز باللقب بفضل هدف وحيد خلال المباراه، وهم دائما ما يفعلون هذا ويستطيعون الفوز مثل ما فعلوا امام تشيلسي وامام مانشستر سيتي، كانوا دائما قاب قوسين ان ادنى ان يخسروا، ولكن استطاعوا ان يحولوا دائما النتيجه لصالحهم مع كريم بنزيما الذي دائما ما يصنع الفارق، اللاعب الرائع وهو مهم جدا لريال مدريد وعنصر مؤثر، واعتقد انهم لديهم افضل مهاجم بنزيما وافضل حارس مرمى كورتوا، وهذا ما صنع الفارق. قاعده انه ليس الافضل هو من يفوز دائما في كره القدم اتكررت اكثر من مره مع ريال مدريد الموسم الحالي، والبدايه كانت من مواجهته البي اس جي. الكل توقع قدرته وخصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه في باريس على اقصاء ريال مدريد، لكن نجح الريال في العوده. تكرر الامر مع تشيلسي، وتكرر الامر في الدور قبل النهائي ايضا امام السيتي، وتكرر بالامس في المباراه النهائيه. من وجهه نظرك الفنيه طبعا، ايه هو اهم الاسباب في نجاح ريال في العوده في كل مباراه صعبه او في كل مواجهه صعبه واجهها؟ كارلو انشيلوتي في المقام الاول، تالق اللاعبين بعض اللاعبين زي كورتوا وزي بنزيما وزي فينيسيوس جونيور في مناسبات معينه، ولا تيشيرت وشعار ريال مدريد هم اصحاب الفضل الاول؟ كما اعتقد ان لديهم فريق جاد، واعتقد ان الاهم ان تمتلك مهاجم قوي وحارس مرمى كبير، وهذا ما يمتلكه ريال مدريد بالفعل، ولهذا اقول ان ريال مدريد ان كورتوا سمح لريال مدريد بالفوز واعطاء الافضليه على ليفربول، وبالطبع انه فريق يمتلك العديد من الخبرات التي يستطيع من خلالها ان يتحكم في رتم المباراه، ولهذا انهم لديهم لاعبون على قدره عاليه هو ما يفعلهم دائما في منصات التتويج. اعتقد حتى في مواجهه تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول كانوا على مستوى افضل، ولكن ريال مدريد دائما ما تفعل المفاجأة، ولكنها ليست بصدفة، ولكنها هي الخبرات التي ستجعلك دائما على منصات التتويج وأن تذهب بالمباريات لتفوز بها، لأن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس بالشيء السهل، إنه دائما بالشيء الصعب الذي يتطلب خبرات كبيرة، فريق لديه هذه العقلية، عقلية البطل الذي دائما ما يصنع الفارق، وهو ما فعله ريال مدريد. أعتقد قدرتهم الذهنية والبدنية دائما ما تساعدهم على فعل هذا، وهذا ما ساعدهم للفوز بهذه البطولة. وبالطبع ريال مدريد هو فريق كبير، هو الحاصل الأكبر على هذه البطولة، حصل على 14 مرة على هذه البطولة، 5 مرات في آخر 7 أعوام، وإذا فخبرات اللاعبون
تجعلهم قادرين على تحقيق هذه البطولة. مش قادر الحقيقة، ما قارنش أو ما استدعيش نهائي الشامبيونز ليج في النسخة الأخيرة أيضا، يعني كانت المواجهة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وكانت كل الترشيحات بتصب في مصلحة المان سيتي، كل الآراء المحللين بتقول إن فرص سيتي وجوارديولا هي الأعلى، ورغم سيطرته واستحواذه وصناعته للخطورة على مدار المباراة، لكن تشيلسي في النهاية توج بطلا لليويفا تشامبيونز ليج. اتكرر الأمر السنة دي مع أنشيلوتي يورجن كلوب، وهنا مهم جدا تكلمني عن دور المدير الفني في التحضير لمواجهة من العيار الثقيل من 90 دقيقة، مش مباراة ذهاب وعودة، وتأثيره وقدرته على قراية المنافس ونجاحه في أنه يسير بالمباراة للسيناريو اللي هو كان متوقعه أو رسمه من البداية. نعم نعم، هذا مؤكد، هو ليس بامتلاك الاستحواذ أو الأفضلية خلال المباراة. نعم هو شيء مهم، ولكن الأهم دائما هي الفاعلية. الفاعلية وهي ما تنتج عن الإعداد الجيد أمام، وهذا ما يؤهل الفريق للفوز باستغلال الفرص، وهذا ما يفعله بنزيما في العادة دائما، كل مرة يستطيع أن يحرز ويرجح كفة ناديه، وهو ما فعله أيضا كورتوا بالأمس. فإذا هي الإعداد الجيد، ولكن في كل الأحوال ريال مدريد اتبع دفاع قوي، وهو ما أهله لإحراز هدف في النهاية، وهذا ما كان يستطيع فعله أمام فريق مثل ليفربول الذي فعل كل شيء من الضغط ومحاولات لإحراز الهدف. ولكن خطة ريال مدريد ما هي ما أهلته في الآخر للفوز، ولكن أعتقد أن ريال مدريد استطاعوا أن يدرسوا بشكل جيد جدا لاعبي ليفربول، واستعدوا لهم جيدا من الناحية الدفاعية، وهذا ما كان واضح خلال المباراة. وقفل المساحات كان واضح خلال المباراة، قلة الفرص وما فعله ريال مدريد، محاولة أن تقل الفرص أمام ليفربول، ولكن ليفربول لم يكن موفق في النهاية. إزاي استقبلت تصريحات فلورنتينو بيريز طبعا رئيس الريال فيما يتعلق طبعا بالنجم الفرنسي، على خلفية طبعا فشل التعاقد معاه لصالح ريال مدريد بعد نهائي دوري الأبطال؟ آسف، هل ممكن أن تكرر السؤال؟ السؤال عن تصريحات بيريز يعني على خلفية أو بعد تتويج الريال بلقب دوري الأبطال، كان ليه تعليق طبعا على يعني عدم موافقة كيليان امبابي على الحضور لينضم لصفوف الريال، وأنه كيليان امبابي النجم الفرنسي أصبح مجرد تاريخ منسي بالنسبة لهم. هو حر أن يذهب لريال مدريد أو أي فريق آخر، هو المسؤول عن قراره. أود أن أقول أنه اللاعب طبعا رائع، لاعب فاز كأس العالم مع المنتخب الفرنسي ويؤدي أداء رائع، ولكن ليس هذا ما يقول عليه أنه يجب أن يغير فريق. هو يجب أن يلعب في مكان ما يريد، ويبقى باريس سان جيرمان فريق كبير، فريق فرنسي، وهو لاعب فرنسي، وأعتقد أن الحلم أن يفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وأعتقد أن هذا قريب. وإمبابي لديه عمر فقط من العمر 23 عاما، ولهذا هو ليس بعيد أن يحقق ما يتمناه، ولاعب صغير في السن، وأعتقد أن يوجد كأس العالم قريبا، وهو يتمنى أن يحصل على كأس العالم ودوري أبطال أوروبا مع فريق فرنسي. حسيب المباراة الأهم على مستوى أوروبا، واتنقل معاك للمباراة الأهم على مستوى إفريقيا ومصر طبعا، بما أنه الأهلي المصري وصل للمباراة النهائية للعام الثالث على التوالي، رأيك في المواجهة بين الأهلي والوداد، ومن وجهة نظرك مين الأقرب والأفضل كحظوظ يعني لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا السنة دي؟ أعتقد أن ستكون مباراة رائعة بين فريقين الأكبر في إفريقيا حاليا، وأعتقد أن ستكون مباراة رائعة،
وكما واجهنا ريال مدريد وكما راينا ريال مدريد وليفربول، اعتقد ان هذه المباراه ستكون مباراه كبيره تمتلك العديد من الفنيات، واعتقد ان يوجد تفاصيل قليله ومهمه في هذه المباراه ما ستؤثر على النتيجه، واعتقد ان سيكون ماتش رائع للمتابعه، ولكن اعتقد ان الاهلي هو الفريق الاقوى طبعا، وهو يمتلك افضليه عن فريق الوداد بالتجربه والخبرات، والفريق الذي دائما ما يفوز في المباراه النهائيه كما ريال مدريد الذي دائما ما يفوز في المباراه النهائيه، هذا هو حال الاهلي، ولهذا اعتقد ان الاهلي له تميز في هذه المباراه. المدير الفني بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب افريقي اللي تولى المسؤوليه ونجح بالفعل لقياده الاهلي المصري لتحقيق لقب في اخر نسختين في مواجهه وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، ازاي بتشوف المواجهه الفنيه وقدره كل مدير فني على قياده فريقه لتحقيق اللقب؟ أعتقد أن مدرب الأهلي لديه خبرات أكبر بسبب أنه فاز بدوري أبطال أفريقيا مع الفريق الجنوب أفريقي ومع الأهلي مرتين، وهذا مهم جدا. المباراة النهائية تتطلب خبرات عديدة، وأعتقد أنه درس الفريق المغربي الوداد المغربي بطريقة رائعة، ولهذا هذا سيعطيه أفضلية خبراته، وهي نقطة قوية وبناء على هذا أكثر جودة لاعبي الأهلي التي هي كبيرة في إفريقيا ولديهم خبرات عدة، فهو فريق دائما ما يحصل على الألقاب، وأعتقد هذه الأفضلية التي في صالح موسيماني. من واقع تجربتك وانت يمكن زي ما قلت قابلت الأهلي في نهائي بطولة 2008، ايه اللي بتلاحظه او ايه اللي بتشوفه بيميز فريق النادي الاهلي كواحد من اهم طبعا الانديه على مستوى افريقيا والبطل طبعا صاحب الارقام القياسيه على مستوى البطولات الافريقيه؟ اعتقد كل مره ساقول هذا ان هي الخبرات، والاهلي هو فريق كبير، هو لديه لاعبون دوليون دائما ما يلعبون للمنتخبات الدوليه، يلعبون للمنتخب المصري، وهم ذهبوا للمباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر، ودائما ما يمتلك الاهلي لاعبون على مستوى عالي، لاعبون دائما لديهم الروح التنافسيه، وهذا شيء كبير للفريق، هذا يعطي الأفضلية دائما للفريق الذي لديه اللاعبين الذي اعتادوا على الفوز، لأنها هذا يعتمد على العقلية. كما أقول لكم هذا الأهلي دائما أشبهه بريال مدريد، هو اعتاد على الفوز البطولات، وهذا ما ينعكس على لاعبيه في الملعب وخارج الملعب. وأعتقد أن دائما المباريات ما تجد صعوبة في الفرق التي تمتلك لاعبون لديها خبرات، ولهذا أعتقد هذه أفضلية الأهلي. مسيو ديني لافاني طبعا مدرب القطن الكاميروني السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا وظهورك في السادسة، شكرا جزيلا.